الفكري بمعنى وأن اليوم هل أنه على مختلف مكونات المجتمع المدني المنظمات الوطنية الناشطين الأحزاب السياسية بأنها توخر وتقعد تتفرج كان نجح بارك الله فيه كان ما نجحش معناها هك أنت عمل دونك أنت تتحمل مسؤولية الفشل إصرار رئيس الجمهورية على ربما ما نعرفش نقول على الأقل إلى حد الآن انتهاج المنهج نتاع معناها الأحادي أنه وحده يقرر وحده يعلن في أكثر من مناسبة كل حوار مع الفاسدين شفنا مبادرة الاتحاد اللي ما تفاعلش معاها إذا يقف مع عديد الأطراف حتى هنا من الداخل تلوم تقول لك شفناه يقعد ويقابل ويسمع ويجاوب معناها وفود من الخارج الأمريكان قاعد معاهم الفرنسيس قاعد معاهم المصارو قاعد معاهم الجزائريين قاعد معاهم لكن في الداخل ما حب يقعد مع حد ما حب يسمع حد وما حب يكلم حد قيس سعيد إنسان تشكل قبل 2019 ساعة قبل 2011 حاجة بعد 2011 حاجة أخرى قبل 2019 حاجة وبعد 2019 حاجة خل ركز بين 2011-2019 خاطر قبل 2011 لم يكن لقيس سعيد تاريخ سياسي معروف به يعني. 2011-2019 كان مصرا ملحن على رؤية محددة اللي قواعد اللعبة غلط أنا كرت لي معاه عديد الحوارات من 2011 وانت جاي مع أنصاره مش نحكي خاطر المعطى الجديد توا مش فقط قيس سعيد بل حزام ما يسمى المشروع نحكي على المشروع التأسيس الجديد قيس سعيد كان يصر إلحاح قواعد اللعبة خاطئة اللي نظام يعني شبه البرلماني دستور 2014 نظام السياسي هو لا يعبر على الإرادة الشعبية اللي يلزم انتخابات مجالس محلية هي تشد المقترحات التشريعية والسلطة التنفيذية يشدها رئيس كيف في أمريكا قيس سعيد يحكي حتى على انتخاب القضاة وانتخاب رؤساء المراكز توكل توا دايور تعرف الحاجة اللي تستحق أكثر نقاش المدة الجاي اللي أنا راه مهمة على أهمية راهو النقاش الدستوري والدستور الفصل 80 وكذا حاجات تريز انتريسون لكن بالأمر الواقع جستومون بسبب موازين القوى الناس الحاجة اللي جنبت تعملها قبل 2019 معروف لكن خاصة الحاجة اللي فاجأتني جنبت مش تعملها من 2019 لتو هو تجاهل تام للمشروع النظام السياسي نتاعو حتى حد ما خذيه بجديه لا اطراف محليه لا اطراف دوليه انا كان عندي مره نقاش مع يعني طرف مهم على المستوى الدولي حكي وقال لي شنو هو موقفه من حكايه شذوذ قلت له انت باهي مساله الجندر والكذا مهمه جندر. عندكم لكن راهو المساله معقده اكثر من هكاك راهو فما شعبويه ما فما الحاجه الاخرى اللي التوازنات اللي قايمة في 2019 واللي ما نجمتوش تقراوها اللي أغلب الأصوات خذيتها جستمو على طرف الشعبوية لكن بتموقعات اجتماعية مختلفة أنا دايور اللي كان عندي مشكلة مع الناس اللي تعاود وتكعرر في كلمة شعبوية هو الجهل بتاريخ الشعبوية الشعبوية مش حاجة بركرة شعبوية توارخ وتموقعات اجتماعية متناقضة البيرونيزمو متاع الأرجنتين ما هوش سيسمو متاع المجر ولا ترامب انا نشوف جهل قاعد يتعمل على مستوى الشعبويه حاجه معناها زعما حاجه بسيط هكيك الشعبويه هي بتاعي والله ما يقدر لا مثلا عقد يعني اذا كان فما درس في السنتين اللي فاتت وتعرف ايمان نجي لهنا ونعاود ناخذ الراجل بجديه مش معناتها راه تقول ناخذ الراجل بجديه راه موافقينه انا نقول لك انا نعتبر 25 جويلية انقلاب ما فيها حتى شك الفصل 80 لا يعطيك حق تعليق مجلس النواب صلاحية مجلس النواب وقلتها من نهار 25 جويلية كتبتها بشكل واضح حتى الناس اللي معاه صار قيس سعيد تقول لي كيفاش وكيفاش ليه؟ هذاك النص الدستوري ليك السؤال ماهوش نقاش دستوري يا اخي في 2011 بالك شي ناس جات والله قالت اخي دستور بن علي يعرفوه الناس اصلا باش يناقشوه الناس اللي في القصبة واحد والقصبة اثنين قالوا يا ودي فسخ ومجلس تأسيسي مالا دستور بن علي يقول لازم يتعمل مجلس تأسيسي قوة الشارع قوة الواقع وموازين القوى هي اللي فرضت الشيء هذاك فوق دستوري النقاش الدستوري مهم وانا معاه انه الناس الكل تقول فيه كلمتها وانا قلت وتوا 22 سبتمبر تعليق واضح ونهائي للدستور يعني ما عادش تقول لي معناتها لا الفصل كذا لا واضح تعليق للدستور قول لي انت علاش مخليك الكلمه نتاع شعره معاويه نتاع لا الاطراف الخارجيه علاش طب نرجع للسؤال بتاعك علاش مهتم بالاطراف الخارجيه مش مهتم بالاطراف الداخليه؟ لانه قيس سعيد من 2019 لتوا
أي السعيد اللي نسميها كل نوعا ما البريء سياسيا، مش معناتها اللي ما يفهم شيء، أما البريء سياسيا تعلم التكتيكاتهم. تعلم أي ديما تقول تعلم، تعلم التكتيك وكذا، فهم اللي فهم ما فهم التكتيك. وأهم حاجة في التكتيك شنو؟ موزين القوى، لعب لعبتهم. خلينا نذكروا بالله بالحاجات خاطر سي تري امبورتون، خاطر فما ناس تحب تنسينا تو بعد 25 جويي ومن بعد بقى انقلاب وكذا، يقول اه لا خلينا نساو اللي فات والناس كل كيف كيف. انا قريت اليوم تدوين النائب يتبع كتله حركه النهضه، قال ايا مرحبا بكم انتم ضد الانقلاب ويا سيد فنجاني خلف كيفاش خلف النهضه خلف انا، معناتها هما المرجع توا في قياده المعركه ضد الديمقراطيه. وكان فما حاجه باش تضر اي مواجهه لموازين قوى ضروريه مع قيس سعيد، انا معاه انه تعمل جبهه مدنيه لاقامه موازين قوى مع قيس سعيد. اذا كان باش تضر حاجه كيف نكايه وستمنعها من التحقق هي القياده الحاليه نتاع حركه النهضه اللي تحب تتحلعز من بلاصتها. مجرد تصدرها غديكا يمنع اقامه جبهه مدنيه حقيقيه في علاقه بموازين القوى، ويخلي الاتحاد نرجع للبيان نتاعو غير قادر انه يتوسع سياسيا في المناوره نتاعو. علاش هو عنده مشكله في العلاقه؟ يقول لك يغزر كان الخارج هكا، على خاطر جوستومون موازين القوى الداخليه نادى نادى فما شيء ضعيف فماش. يعني 25 جويليه اش عملت؟ هزت الستار هزت الستار على الفرق بين العنوان السياسي والوزن الواقعي. طوالا نقول لك قولي لا نحن عندنا ايه وقاع انتخاب كيف ما انتخب الشعب التونسي يعني يعني في الانتخابات الرئاسيه وصل للدور الثاني نبيل القروي قيس سعيد وبعد قيس سعيد معناتها بريسك 3 ملايين والى اخره، كيما انتخب ايضا اطراف سياسيه حزبيه. اي بالضبط. لكن شورا 25 جويليه؟ ورا اللي القاعدة الانتخابية نتاع الرئيس أو الحزام نتاعو باقية باختلاف القواعد. فما ناس نقلت من هنا لهنا، فما ناس صوتت النبيل القروي ترعش من حكاية الموديرنيزم وأنه قيس سعيد معناتها متحالف مع النهضة بالسرقة ونبيل القروي هو باش يقاوم، طلعت الحكاية بالعكس بكل عادة اللعبة المعتادة نتاع الانتخابات. لكن الأطراف السياسية ما نجمتش تعمل موازين قوى. صحيح كيفاش